أهلا بكم. عمليات نصب طالت أكثر من 20 تاجر ليبي، والمحتال يستخدم شركات وهمية بالتعاون مع أقاربه وأشخاص آخرون يحملون جنسيات متعددة. التحقيق التالي كشفنا فيه هوية هذا الشخص المحتال وشهادات لتجار وموردين وقعوا ضحية الاحتيال وضحية إقفال الاعتمادات عليهم. تحقيق خير الله إبراهيم. ليبية خوارف، أنا بعرف كيف ظبطهم. نعم، قالوا لي ترجع، أنا قلت لك. تعرضت لعملية نصب عن طريق عدة أشخاص، منهم اللبناني والليبي والتركي والسوري. في شباب واجد دمرت حياتهم، في شباب واجد راهوا باعوا أرزاقهم، باعوا أملاك أهلهم، في اللي باع حتى حوش أهله اللي ليه 40 ولا 50 سنة. هل هو ليبي أم فلسطيني؟ محتال تحت البحث. تعددت أساليبه ولهجاته، واختلف الأشخاص المتعاونون معه في عمليات النصب. لا يزال فاراً، ولا يزال ضحاياه من الموردين والتجار الليبيين يبحثون عنه. فمن يكون هذا الشاب الذي حير التجار، وكيف أوقع بعمليات احتياله الخطيرة بعشرات منهم؟ في تحقيقنا هذا رصدنا بشكل خاص جريمة اقتصادية ضحيتها حصراً التاجر والمورد الليبي، وسرها الذي سنكشف عنه اليوم هو محتال خطير ينصب كمائن طالت 20 تاجراً ليبياً ويزيد بحسب الشهادات، من خلال شبكة تجارية تظهر وكأنها شركة موثوقة للتسويق أو لشحن البضائع، إلا أن الأمر يتعدى كونه واجهة وهمية سرعان ما تتلاشى، والضحايا هم تجار ليبيون كثر. فكيف حدث هذا الأمر؟ بداية، فمن المعروف بإمكان أي تاجر ليبي أن يورد أي شحنة من البضائع عن طريق الآلية التالية: التحصل على عرض من الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة، التعاقد على كمية من أجل توفيرها من قبل الشركة بعد التأكد من توفر المبلغ، تحويل المبلغ المالي بعد معاينة البضاعة، والتعاقد مع شركة للشحن والتي تقوم بدورها بكافة العمليات الجمركية. أبو بكر شاب ليبي يعمل في مجال توريد البضائع إلى ليبيا. ذات يوم وصله عرض من إحدى شركات بشأن استيراد صنفين من منتجات غذائية لها إقبال كبير في السوق الليبي، مصدرها من مدينة مرسين بتركيا عبر وسيط اسمه إيهاب ذي لكنة شامية، وهو صاحب الشركة التي تعاقد معها. اشترى أبو بكر 11 حاوية بقيمة 728 ألف دولار من هذين المنتجين من هذه الشركة، ولكن دعونا نستمع ماذا حدث مع أبو بكر. طبعا بداية القصة كانت في شهر 2 يوم 20/2/2019. كلمني صديق اسمه أحمد، صديق من ليبيا، قال لي في بضاعة نوتيلا وتن ونبو نخش في الموضوع ونبو رأس مال، فأنا وافقت وقلت له توكل على الله. فالسيد أحمد مشي المرسين ورحبوا به واستقبلوه الشركة وجابوا له العروض ووروه العروض. فكلمني قال لي راهو شفت العروض وشفت كل شيء ونبو نبدو في الإجراء. فبدنا في الإجراءات وطلبنا 11 كونتينر، 11 حاوية. دفعنا القيمة 728 ألف دولار. فبعد تاني يوم دخلت على المنظومة طبعا ولقيت الحاويات موجودة باسم شركتنا والأمور تمام. لقيت شخص اسمه سعيد يوسف أغلو هو مدير الشركة، لقيت شخص على أساس إنه فلسطيني اسمه أمجد، فاتضح لنا بعدين إنه هو اسمه إيهاب نجيب القدافي ليبي جنسية من مدينة بنغازي قماطي الأصل. ولقيت مجموعة من الموظفين، لكن يعني كان هذا اللي اسمه أمجد اللي هو إيهاب إنه كان هو المنسق
التجاري أو المدير التسويقي للشركة ومختص بالجالية العربية. فجلست معهم والمدير الشركة، قلت لهم كيف التأخير، شنو صار، كيف الحاويات التغلقت؟ قالوا لنا والله شركة الشحن تبي منا دين وحجزت على البضاعة، لكن احنا تو بنديروا لك كمبيالة بقيمة 460,000 دولار تصرف بعد شهر، واحنا نعتذروا وعندك باقي القيمة خل ناخده نعطوك يعني 5 حاويات، التن هذه موجودة. فتوكلت، قلت لهم توكلوا على الله، يعني لان انا رابط مع تجار في ليبيا فتوكلنا على الله. بعد يومين 3 أيام ما في شيء، ربع يوم قالوا لي هو البوليس، بعثوا لي البوليس وبعثوا لي التكسري ليست. طبعا هذه ما كانش موجودة في المنظومة نهائيا، من أول ما خشيت عليها غير موجودة. قالوا لي لا، تاني يوم تندرج. أنا طبعا خادم قبل، يعني ما عمره ما صارت القصة هذه. فخلاص قلت لهم باهي، قلت خل نصبروا وشن يعني الصبح قريب. يعني جاء الصبح توكلت على الله، دخلت الرقم الحويات غير موجودات، لقينا للأسف. مشينا طول للشركة، إذا به لقينا الشركة مغلقة ما عاش فيها أي شخص، نتصل بأرقامه غير موجودة. هذه الصورة من جواز السفر الفلسطيني الجنسية لصاحب الشركة الوهمية التي احتال عليه، تحمل صورة إيهاب ولكن اسمه فيها أمجد ومن مواليد مدينة الخليل الفلسطينية. تواصل أبو بكر بعلاقاته مع أصدقاء له من الأردن لتثبت من شخصية هذا الرجل، إن كان له سابق تعامل مع تجار أردنيين، إلا أنه لم يجد لإيهاب أو أمجد أي أثر. بشكل أو بآخر علم أبو بكر بأن إيهاب ليبي الجنسية، ومع تواصل مع مقربين منه بمصلحة الجوازات تبين أن اسمه إيهاب شخصية تحمل الجنسية الليبية وتقطن عائلته ببنغازي، ومن تركيا إلى ليبيا ببنغازي حيث تقطن عائلة إيهاب. توجه أبو بكر والذي التقى بعائلته، وحيث شرح لهم القصة وعن عظم ما فعله له ابنهم، مناشدا إياهم التأثير عليه لاسترجاع أمواله. ولكن هكذا كان لقاء أبو بكر مع عائلة إيهاب. وعطينا الشخص الليبي هذا اللي مدير نفسه فلسطيني، يعطينا صورة جواز، طلبت منه صورة جواز، بعتني صورة جواز. فبعتنا لأصدقاء في الأردن غادي لأنه فلسطيني، فبعتنا للتجار أصدقاء إنه موجود الشخص هذا. قالوا لنا لا والله الاسم هذا دورنا عليه لمدة أسبوع ما لقيناش. إن في شخص لبناني كان يخدم معهم سواق، اتصل بي يوم الأيام قال لي راهو سموا اسم شركة باسمي جديدة باسمي أنا، وفرضوا علي وعطوني 5,000 دولار، قالوا لي بنديروا شركة يعني باسمك، وعطوني 5,000 دولار. وبعد فترة، بعد 3 أيام قال لي ضربوني وقالوا لي رحلوني لبنان، قالوا لي ترجع. أنا قلت له، فلما قال لي هو ليبي واسمه إيهاب القدافي، رسلت أنا اسمه وصورته لليبيا غادي لمنظومة الجوازات، فطلعوا لي بعد أسبوع طلع لي صورة جوازه، واتضح أن ليبي حقيقة حق، وأن من سكان بنغازي منطقة بلعون. جبنا عليه البيانات كاملة، تحصلنا على رقم أرقام أهله، تواصلنا مع أهله، فرضوا علي أني نجي لبنغازي، توكلت على الله ومشيت لبنغازي. تلقيت مع والده وتلقيت مع شخص نزيبة ينقال له يوسف السعيطي. فالحقيقة سمعتهم صوته وسمعتهم كيف يتكلم معنا، وسمعت ووريتهم فيديوهات كيف هو يسلم في الحمد لله كان عندنا هيك صور فيديوهات يعني، ووريتهم مستندات ووريتهم كل شيء. وقالوا لنا ولدنا والله احنا ما ندروش عليه، نسحبوه انه يتاجر ويخدم على واحد، لكن عطينا 10 أيام 15 يوم نتأكد ونتصلوا بيك. فتوكلت على الله، روحت وسافرت، رجعت لتركيا. إذا به بعدين بدأ الكلام يتغير، يعني لما نتواصل معهم بدأ في الأسلوب بدأ يتغير، اللغة تغير، يعني قاعد يقول لي يا داعش يا أنتم تونجون، طبعا الحرب قائمة كانت، فيقول لي غير نوصلوا لمصراتة، نوصلوا في أهلك ونوصلوا، أنا يعني من سكان مصراتة، فقال لي غير نوصلوا لمصراتة ونحن نأخذ طرابلس ونديرولك ونديرولك
وبدا العيل يهدد يعني تهديد يعني صريح، ونطلعك من تركيا وندير لك ظل أبو بكر يتتبع خيوط هذه الشركة حتى توصل إلى شخص لبناني يدعى علي، أفاده عن حقائق عن عملية الاحتيال وعن سبب قيام المدعو إيهاب بعمليات النصب على الموردين الليبيين. شهادة حق نبيها منك، بس ما عندي مشكلة، بس أنا بديش يعرف إيهاب أنه أنا حكيت. لا لا مستحيل، ولا واحد بس شهادة حق بس الراجل خلاص يعني تبت، بس لأنه قال لي بكر الرقم غير مبالغ فيها. رفض انت قول الرقم بس، قداش خدم مني اياه؟ 700 وقد 700 وكم؟ ما ناسي، 720 يمكن 728. 728 مزبوط ولا يا خال الرقم هذا؟ ولا صحيح 100%، وانا شاهد على الموضوع، والله كما بقول على ما أقول شهيد. هذا زلمة نصاب محتال كبير، دمر قلوب عالم كتير، مش بس عندك وبكر، صاحبه بكر أخذ منه المبلغ، بس بعد في ناس أخذ منه المليون والمليون وشوي، ومش عم بخورف إلا الليبي، مش عم ينصب على أولاد إلا أولاد بلده. قال لي إياها مرة عظمة لسانه، قال لي الليبي خورف، أنا بعرف كيف زبطهم. ليش خواريف؟ ليش يا لولو خواريف؟ أنا خواري. عم بقلك شو عم بقلي يا أبو بكر. إيه. والقرآن هيك قال لي إياه بالحرف الواحد، قال اللي بيه خواريف، أنا بعرف كيف خواريف. زود أبو بكر فريق التحقيقات هذه الوثائق وهذه الصور للمدعو إيهاب، وبدوره تواصل مع السلطات الليبية في أنقرة المتمثلة في السفارة، وذلك بعد بلاغ سجله ضد إيهاب في أرض الحدث التي تمثلت فيها واقعة النصب والاحتيال إلى السلطات التركية. ولا زال ملف أبو بكر مفتوحاً إلى هذه اللحظة. ليس أبو بكر وحده الضحية، محمد عبد الرزاق شولاك مورد آخر قصته لا تختلف كثيراً. طبعاً تم استدراجنا عن طريق عروض، عن طريق وسطاء، يسلك عرض، تمشي انت تشوف، تمشي مقر الشركة تتفق معهم، تشوف العرض، تعين بضاعتك، يطلبوا منك جزء من المبلغ، انت تعطيهم 30% من قيمة الفاتورة من البضاعة اللي انت واخدها، بعدين تقدر انت تمشي الميناء تشوف بضاعتك وتتحقق منها في الميناء من صحتها من الشهايد الصحية متاحة وكل شيء. يتضح ان بوليس الشحن مزورة والدرافت متاع الشحن مزور، فهنا انت في اللحظة هذه تصبح في مشكلة، ترجع للشركة تتواصل معهم انهم يرجعوا لك حقك كذا، يتجاوبوا معك يقولوك ان احنا تمام اوكي حنرجعوا لك حقك، بعدها خلاص معاش يردوا عليك، معاش يردوا على التليفون، تقعد انت تحكي مع الوسيط هذا اللي هو أنت في الأصل تكون تحسابها من جنسية فلسطينية أو لبنانية، ويتضح أنه هو في الأخير ليبي استدرج في التجار الليبيين. وهذه قصتين من قصة 14 أو 20 تاجر ليبي. شولاك أيضا زودنا بفواتير وعقود التي تؤكد صحة موقفه، إلا أنه لم يجد جهة تستمع له أو تتحرك من أجل استرجاع حقوقه. مورد آخر اسمه محمد الشيخي، وهو الحالة الثالثة التي تواصلنا معها. حدثنا ماذا جرى معه مع الشركات الوهمية والتي يديرها إيهاب وشركائه. تعرضت لعملية نصب عن طريق عدة أشخاص، منهم اللبناني والليبي والتركي والسوري. أول شيء لقيت عرض عن طريق النت من شنالة، اللي هو شركة اسمها جرين ستار، ترمي بدور نشوف البضاعة وهكي. قالوا لي نحن عندنا فرع في مرسين، فبتمشي لمرسين اللي هي شركة اسمها جرين فيل في مرسين، مش جرين ستار طبعا، جرين فيل. غادي، وطبعا الشخص اللي شاندي اللي عند غادي اللي هو أساس فلسطيني طلع في الأخير ليبي، ومشينا لمرسين وشفنا البضاعة في المخازن، وبعدها مشينا شفنا البضاعة في الميناء، وعرضنا الشيء هذا يعني على بعض الشركات اللي أنا موجودة في تركيا. قالوا لي الإجراء كله تمام والتكت هذا يعني موجود على الباخرة وكل شيء، لكن للأسف بعد 4 ساعات كل شيء التغى،
تواصلنا معاهم وماذا بينا ناخذ حقنا يعني بأسرع وقت وهكي، فيتجاوبوا معاك ومستحيل يتقابلوا بك مرة أخرى يتهربوا منك. فالتجأنا إلى القانون، والقانون إلى الآن لم يعني ما فيش أي نتيجة قانون، بالعكس مصاريف علينا إلى الآن وصلنا فيهم 14 تاجر ليبي اللي هم تم نصب عليهم بنفس الشركة، يختلفن طبعا نفس الأشخاص هم يختلفن بس أسماء الشركة لكن نفس الوجوه، يعني كل مرة باسم شركة هم يشتغلوا بها، يفتحوا في شركة جديدة ويشتغلوا بها مباشرة. وهذا باختصار يعني الشيء اللي صار معنا. بحثنا في مواقع التواصل الاجتماعي لعلنا نصل لخيط آخر ذي علاقة بشركة إيهاب، ولكن ما تحصلنا عليه هو صفحات تؤكد لنا بأن شركات تابعة للمدعو إيهاب مستمرة في إدراج عروضها من المنتجات الغذائية، وترتبط تحديدا مع إيهاب وأقارب له وهم أباه وأصهاره. القانوني طه باره والذي عاين معنا عن كثب قصة أبو بكر ومحمد شولاك ومحمد الشيخي، سألناه عن توصيفه وتقييمه القانوني للوقائع التي سردناها في هذا التحقيق، وما دور الدولة الليبية متمثلة في مصرف ليبيا المركزي والأجهزة المختصة، وما هي الاحتياطات التي يتوجب على التاجر الليبي القيام بها من أجل تجنب عمليات النصب. ما تحدث عنه التقرير هي جريمة نصب، يبدو أنها أو على الأقل وفق ما تم سرده أنها تمت في الخارج بالكامل، تمت في الخارج، وبالتالي وبشكل أساسي من يختص بالتحقيق والمحاكمة في هذه الجريمة هي الدولة التي حصلت فيها. فأنا أنصح أولاً في جميع الدول الغير ناطقة باللغة العربية، أنصح السادة التجار أن يستعينوا في الأول بمترجم، أن يحاولوا التعامل مع الشركة الأم، المصدر الأم أو المصنع الأم بدل الوسطاء، أن يستعينوا دائماً ولو في التعاقد الأول والثاني بمحامي يضمن لهم حقوقهم في التعاقد ويتأكد من مستندات الشركة والقرارات التي نطلع عليها بين الحين والآخر المتعلقة بالسماح باستيراد تلك السلع والبضائع بدون المرور عبر قنوات المصرفية. هذه المخاطر كلها عبارة عن تكاليف حوالة المبالغ بشكل نقدي، تكاليف وقوع التاجر كضحية لعملية نصب أو احتيال في الخارج، تكاليف اتهام التاجر بعمليات غسيل الأموال مثلا في الخارج، وعدة مخاطر أخرى. وبالتالي فإنه على الدولة متمثلة في السلطة النقدية وكذلك السلطة التنفيذية أن يعملوا سويا على فتح هذه الحوالات المتعلقة بصغار التجار بما يمكنهم من متابعة أو ملاحقة أي جرائم قد تحصل باستخدام هذه الأموال وتحصيل الضرائب للدولة. ومع الوقائع الخطيرة التي كشفنا عنها والتي تم سردها لا زالت أسئلة كثيرة تطرح. هل قفلت قضية إيهاب دون ملاحقته أو تجريمه؟ وكيف سيكون مصير الموردين الليبيين الذين لا زالوا حتى هذا اليوم في انتظار من سيرجع لهم حقوقهم؟ إلى متى سيتحمل صغار التجار وزر سياسات نقدية جعلتهم عرضة لمخاطر كثيرة أبسطها قضايا الاحتيال كالتي تناولناها اليوم؟ كيف يبرر من قفل الاعتمادات على صغار التجار وجعلهم يتوجهون إلى السوق السوداء من أجل توفير العملة الصعبة؟ وما موقفهم أمام حالات الاحتيال هذه؟ هل يوجد من يتحمل المسؤولية من الدولة الليبية اليوم؟ أم أن سياسات مصرف ليبيا المركزي لا تقبل التعديل أو النقد؟